اليوم احنا اليوم في اطار المرحله الثانيه ديال المباراه اللي عطات الانطلاقه ديالها وكاله التنميه الفلاحيه في 28 يونيو 2022. وهذه المبادره اللي كتهدف اختيار شباب حاملين مشاريع مبتكره في اطار الفلاحه الرقميه والذكيه مناخيا، واللي في هذه المرحله الاولى ديال هذه المباراه تم اختيار واحد 25 مشروع اللي هو محمول من طرف 44 شاب وشابه، واللي اليوم في المرحله الثانيه. وهذه المرحله الثانيه اللي كتهم المواكبه ديال هاد الشباب عن طريق في داخل المواكبه ديالهم داخل جامعه محمد السادس متعدده التخصصات، اللي غادي يستافدوا من مجموعه من معسكرات تدريبيه اللي سميناهم لي بوت كومب، وكذلك من تكوين مكثف، حيث ان هاد الشباب هادو غادي يستافدوا من البنيه التحتيه اللي كتوفر عليها هاد الجامعه هذه، البنيه التحتيه متطوره مكونه من مختبرات عاليه الجوده، وكذلك من حقول تجريبيه وكاع الاليات المهمه اللي يمكن لهاد الشباب هادو انهم يطوروا الحلول ديال المشاريع ديالهم، وكذلك يمكن لهم يصاوبوا النماذج الاوليه ديال المشاريع ديالهم سكون ابي لي بروتوتيب. ومن بعد هاد المرحله هذه المرحله الثانيه اللي غادي تكون المواكبه ديالهم في اطار تكوين خاصه، يعني سور ميزور، يعني على حسب النوعيه ديال المشروع ديالهم، وكذلك غادي نديروا لهم دورات تكوينيه باش يعرفوا كيفاش يبريزونطيو لو بروجي ديالهم دوفون لو جوري باش يقدروا يسوقوا في المستقبل. والمرحله الثالثه اللي تاهي غادي نستعدوا لها ان شاء الله، وهي المرحله اللي كتسمى لو ديمو داي، يعني مرحله ختاميه اللي غادي تتم من خلالها تكون عندهم هاد الشباب اللي استافدوا من التكوين من التكوينات انهم يقدموا هاد المشاريع ديالهم قدام واحد اللجنه اللي غادي تكون مكونه من خبراء ومهنيين ومستثمرين في القطاع الفلاحي. وفي الختام ديال هاد المرحله لو ديمو داي غادي يتم اختيار ثلاث مشاريع فائزه. والمرحله الرابعه اللي غادي تكون بالنسبه لهاد هاد المسابقه اللي نظمتها وكاله التنميه الفلاحيه، واللي هي كتمتد على سنه، اللي فيها اربعه المراحل. المرحله الاخرى غادي تكون واحد المواكبه بعد التكوين، هاد المواكبه اللي غادي نواكبوا هاد الشباب كامل بالنسبه باش يصوب النماذج الاوليه ديالو، وكذلك باش يخلق المقاوله ديالو. وبالنسبه للثلاث فائزين غادي يستافدوا من واحد الدعم اللي هو جد قوي، اللي غادي يمشوا معهم حتى يقدروا ياخذوا اول طلب زبون، يعني البرومي بوند كوموند، وكذلك غادي نساعدهم باش يديروا علاقات تجاريه مع مستثمرين. اليوم انا هنايا في بن قرير في ستارت جيت، جيت هنايا على ود الفورماسيون اللي تعطيها لنا اغريونغ انوفيت اون بارتنيريا افيك لادا لاجونس بور لو ديفلوبمون اغريكول ومع لي ديبارتمون ديال اليو ام 6 بي. حنا دابا في لو دوزيام بوت كامب، ديجا البروميير بوت كامب داز شي حاجه زوينه بزاف، تعلمنا شحال من حاجه في لونتربرونيا وتو اغريونغ انوفيت لونسي بار لاجونس بور لو ديفلوبمون اغريكول اون بارتنيريا افيك بي كيوريوزيتي لاب وكاع لي ديبارتمون ديال اليو ام 6 بي. وهاد البروغرام غادي يعاوننا حنا لي جون لي بورتور دو بروجي، وكنشوفوا باش اننا نديفلوبيو لاغريكولتور بور ديفلوبي لاغريكولتور ونعاونوا لي زاغريكولتور بور افوار دي روندومون و ريزودر دي بروبليم اللي غادي يكونوا في لاغريتيك. دونك انا هنايا حيتاش عندي واحد البروجي اللي هو غادي يكون على الفيرتيكال فارمين، اللي غادي يكونوا بزاف ديال لي روندومون اون كونتيتي اون كاليتي بدي ريسورس ديال الماء اللي غادي يكونوا قلال. وكيف ما حنا كاملين دابا كنعرفوا المغرب كيدوز بواحد الازمه ديال الماء، وتقريبا ماشي غير المغرب، العالم كله. دونك حنا لي جون
هنايا اليوم باش غادي لونسيو دي بروجي ديالنا ودي ستارت اب بوغ باش اننا نحلوا ولقاو مشكل هاد المشاكل اللي كاينين اليوم. اليوم انا هنايا في اغريونغ انوفيت لو تشالنج دينوفاسيون اللي دارتو وكاله التنميه الفلاحيه ووزاره الفلاحه والصيد البحري بشراكه مع لونيفرسيتي محمد السادس بولي تكنيك وبي كريوزيتي لابوراتوار. جو سوي تري كونتانت فرحانه بزاف باسكو كنستافد من بزاف ديال لي فورماسيون اللي غادي يعاونوني باش نقدر نزيد بالبروجي ديال القدام اللي هو لونفيشيسمون دو فيميي باش نقدروا نصايبوا لو بيوغاز اكطوالمون في المغرب اللي هو واحد المشكل على شين مونديال نحاولوا نعالجوه ان شاء الله. اي فوالا شكرا بزاف اغريونغ انوفيت و سي كو لو ديبي ان شاء الله.